السلام عليكم. مشروع قرية ملهم، المشروع الأنسب للأشخاص اللي حابين يكون عندهم وقف مدى الحياة. هذا المشروع هو عبارة عن 17 مبنى، كل مبنى بضم تقريبا 18 بيت، بيوت نظامية غرفتين للعائلات النازحة والعائلات اللي ساكنة بخيم واللي أوضاعها مأساوية، وخاصة الأيتام اللي ما عندهم أي حدا أنهم يساعدهم. أي حدا حابب يكون عنده وقف، نحن بلشنا بهذا المشروع طبعا بعد انتظار، وبسبب التأخير كان بسبب موجات النزوح اللي صارت السنة الماضية واللي قبلها من الغوطة وريف حمص وريف دمشق الجنوبي. الحمد لله رب العالمين بلشنا حاليا، وكل الشكر للأشخاص اللي صبروا علينا واللي تبرعوا واللي كملوا حق شقهم بالتقسيط على مدى سنة أو نص، وإن شاء الله يعني خلال الأشهر القادمة هاي أول مبنى راح نبلش المبنى الثاني والثالث لحتى نباشر بإسكان الناس هون، لحتى يكون عندهم مأوى مناسب ومثل ما نحن بنحب نعيش إننا نعيشه. وإن شاء الله يعني كمان بالفترات اللي جاية متوسع بهي المشاريع لحتى تكون حل مستدام للناس النازحين والمحتاجين. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ويتقبل من كل شخص تبرع.